في الماضي القريب لم يكن يكاد للفاقدي المأوى أثر في شوارع أثينا، إذ كان التضامن العائلي يلعب دوره بالكامل ويضمن سقفا لكل شخص تقريبا. لكن الأزمة الاقتصادية ومواكبها من العاطلين عن العمل غيرت الأوضاع وملأت مراكز الاستقبال بالمشردين. خلال العامين الماضيين شهدنا زيادة هذه الفئة بنسبة 25%، أي الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل المخدرات أو المشاكل النفسية، ولكنهم ببساطة عاطلون عن العمل، وبالتالي فقدوا منازلهم ولم تعد لهم القدرة على دفع الإيجار فوجدوا أنفسهم في الشارع. الحكومة اليونانية وافقت على اتخاذ تدابير تقشف جديدة مقابل تلقي مساعدات الاتحاد الأوروبي ودفع مستحقات ديونها، من بينها خفض الحد الأدنى للأجور من 700 يورو في الوقت الراهن إلى 586 يورو. في الشارع لم يعد أحد يستطيع التحمل. هل سيستطيع المتقاعدون شراء أدويتهم والدولة دفع الرواتب ومخصصات التقاعد؟ جعلونا أسفل السافلين. الآن الجميع يحاولون تدبر أمورهم بأنفسهم، حتى أن الخشب يستعمل من جديد للتدفئة، إذ يعجز الكثيرون عن دفع فواتير الكهرباء. يذهبون إلى الجبال ويقطعون الخشب ويضعونه في صندوق السيارة، ما يسمح لهم بتوفير بعض المال. في الحقيقة اليوم الجميع يحاول التوفير. التوفير أصبح الكلمة المفتاح. ومع هذا الديون في ارتفاع مستمر، وحتى المساعدات الجديدة للاتحاد الأوروبي لا تضمن عودة الديون إلى مستويات معقولة. لم نعرف في اليونان من قبل مشاكل السكن، والآن هناك أناس بلا مأوى في كل مكان. بيّنت التجربة أن التقشف المالي ينسف النمو، وسوف تزداد الأمور سوءاً. تدابير الحد من العجز التي اتخذتها اليونان من بين أقصى التدابير التي اتخذت في بلد باقتصاد صناعي، وحتى ولو كان الثمن مرتفعا جدا بالنسبة لليونانيين، لا أحد اليوم يستطيع أن يضمن أنها في نهاية المطاف ستظل في منطقة اليورو.